فوق تلة بمدينة ميرتولا جنوب البرتغال على ضفاف نهر غواديانا وغير بعيد عن الحدود الإسبانية، يوجد مبنى كبير بارز مغطى باللون الأبيض مميز بأقواسه الشبيهة بحدوة الحصان. إنه كنيسة نوسا سينهورا دي أسينسياساو. في الكنيسة التي كانت مسجداً فيما مضى، ما يزال المسيحيون يصلون باتجاه قبلة المسلمين في مكة المكرمة. التجويف نصف الدائري في الجدار كان محراب الصلاة. برج الجرس كان مئذنة قبل أقل من 1000 سنة. يقول جيرمانو فاز ابن مدينة ميرتولا: هذا المبنى هو خليط من عدة أشياء، فقد تم بناؤه فوق معبد روماني، وقد كان في الماضي مسجداً وهو الآن كنيسة، ونحن فخورون جداً بهذا التنوع الديني والثقافي. في القرن الثامن الميلادي دخل في الإسلام أغلب ما يعرف الآن بالبرتغال وإسبانيا. حكموا الأندلس لمدة 500 سنة، حولوها إلى مركز للتبادل الثقافي ازدهرت فيه العلوم والعمارة والفنون. المسيحيون واليهود اعترفوا بالحكم الإسلامي وتعايشت الأديان الثلاثة بسلام. وما تزال البرتغال غنية بآثار ماضيها الإسلامي من العمارة إلى النفس العربية في اللغة والموسيقى. عام 1496 أصدر مانويل الأول ملك البرتغال مرسوماً جائراً يقضي بطرد المسلمين واليهود من مملكته. تقول ماريا كارديرا دا سيلفا، عالمة الأنثروبولوجيا والأستاذة في جامعة نوفا بلشبونة المهتمة بالدراسات العربية والإسلامية: أثناء فترة الدكتاتورية تم محو التاريخ الإسلامي، الدكتاتورية القومية المسيحية حكمت البرتغال من 1933 إلى 1974، وصورت المسلمين المعروفين بالموري أو المغاربة على أنهم العدو. وبعد نهاية الدكتاتورية شهدت البرتغال اهتماماً بمنطقة الأندلس، ساعد على إعادة تثمين الماضي الإسلامي. اليوم يشكل المسلمون أقل من 0.5% من السكان، البالغ عددهم 11 مليون. في 2001 نظم مهرجان إسلامي سنوي في ميرتولا، يقام منتصف مايو احتفاء بالتراث الإسلامي في البلاد عبر فعاليات موسيقية وفنية ويدوية وورشات عمل ومعارض. وفي 2009 سمع الأذان مجددا في شوارع ميرتولا. لم يأتي الصوت من البرج الذي كان مئذنة، بل من مكبرات صوت وضعت في أنحاء المدينة. من خلال هذا المهرجان نريد أن نظهر أنه ما تزال هناك نقاط اشتراك بين الناس في مختلف مناطق البحر الأبيض المتوسط. هذه المدينة كانت دائماً مكاناً لتلاقي الثقافات المتعددة والتواصل بين جنوب البرتغال وبقية أرجاء المتوسط.